فتعرفنا بنفسك؟ جمال عثمان كونتر الكبنان. عم جمال بتشرفنا ليه في تحرير النهارده؟ لاستكمال الثورة والمطالب الثورة، وان احنا مش عايزين المجلس العسكري، عايزين حكومة مدنية. وعمر المجلس العسكري ما كان حكمنا قبل كده عشان يقولوا لو مش الدنيا هتخرب، هي اصلا مكانه يرجع مكانه، والحكومة المدنية تتمرأ وتتولى امور البلاد زي ما كان قبل كده. حكومة مدنية نزيهة، حكومة مدنية تكون شباب كده في سن 60 سنة. هما بيجابوا لنا الشباب 75 سنة بيناموا كتير، على ما بيصحوا من النوم بتكون الدنيا خربت. القضية بتاعتنا الوضع في طنطا الكتان بقى اخبارها ايه؟ الحكومة عملت طعن، عملت 7 طعون، وزير المالية ووزير الاستثمار ورئيس الوزراء، الحكومة كلها بتطعن على حكم طنطا الكتان. مش مشكلة يطعنوا، هما بيطعنوا علشان الشركة راجعة هما مش عايزينها. الأدهى من كده ان هما بيودوها دايرة معينة، دايرة معينة في مجلس الدولة غير الدايرة المفروض تنظرها عشان ياخدوا منها الحكم اللي هما عايزينه. طبعا احنا مش هنسكت، احنا هنضغط وهنقول مش عايزين الدايرة دي تنظر قضايا طنطا الكتان والمراجل وغزل شبين. هنبوظ عليهم اللي هما بيفكروا فيه. احنا الاسبوع اللي فات اعتصمنا في الشركة لمدة 5 أيام عشان ننفذ الأحكام. جاتنا رسالة من المحافظ ان مجلس الوزراء وان الحكومة بتحاول انها تعمل آلية علشان ما تخسرش او ما تدفعش تعويضات، ده شيء ما يهمناش، نفذوا الحكم واعملوا اللي انتوا عايزينه. لكن في اتجاه عند الحكومه انها مش عايزه تنفذه بحجه تطفيش الاستثمار وكلام من ده. الاستثمار ده ما بيطفاش، ومش ده الاستثمار، الاستثمار اللي بيبني، الاستثمار اللي بيبني مشروعات، مش الاستثمار اللي بيجي ياخد شيء على الجاهز يسرقه وينهبه زي طنطا الكتان وغزل شبين والمراجل البخاريه. طيب اخر سؤال دلوقتي، في دعاوى لاضراب عام وان احنا بنطالب عمال مصر هم يتضامنوا مع مطالب التحرير ويضربوا، انت ايه رايك في الدعوه دي؟ عمال مصر مش بعاد عن الموضوع ده والمفروض يستجيبوا، واذا كانت الحكومه ما بتسمعش الا الصوت العالي وبتسمع الضغط، فالعمال اقوى في شريحه ممكن تضغط، والمفروض هم فعلا يتحركوا، لان في ناس كتير وبعتب على العمال، ويمكن في جزء كبير منهم ما يعرفش ان في بعض النشطين اللي محبوسين واللي بيتعرضوا لمحاكمات عسكريه زي علي عبد الفتاح، راجل عمالي وبيدافع عن قضايا العمال، لكن للاسف ما كانش فيه مسانده عماليه كافيه، وده كان بنعيب على بعض الناس انهم ما قدموش الراجل ده انه بيتبنى قضايا عماليه عشان العمال تقف قدامه، تقف علشانه. شكرا يا عم جمال.